سام شكرا للزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في هذه الانطلاقات المسائية ومنافسات سن الإجذاع في هذا المساء ضمن هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. على بركة الله أعلنت انطلاقة خامس الأشواط، شوط خاص بالإبكار، جائزة سيارة في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الأسماء المتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان. أبدأ بالبداية وأتابع الصدارة هناك مع معاني على أول المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة محمد بن خالد العطية من تنطلق بالبداية، من تتقدم وتقود هذه الأسماء، بينما أتابع الساعة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الرئاسة ويتابعها بالتضمير علي بن جبيل الوهيبي، ومن الجانب الآخر من تسللت وغيرت إلى ثاني المراكز وصول من منحاف لهجن الرئاسة يتابعها في التضمير صالح بن سعيد بن صالح الجربوع المري هنا القادمة والمتواجدة، بينما أتابع الأسماء مشاهدين الكرام في هذه اللحظات هنا كهجن الشحانية القادمة مع توجيه، وبمتابعة سالم بن فاران المري القادمة مع رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع التحديات القادمة والحاضرة هنا القطيفية لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء مشاهدين الكرام الأولى المتواجدة في هذا الشوط، ولكن أعود هناك مع الصدارة معاني من تنطلق بالبداية لهجن الشعار وبشعار هجن الشحانية تتواجد على الصدارة وبمتابعة محمد بن خالد العطية، ولكن القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز منصورة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بسالم بن فاران القادمة في هذه اللحظات، بينما أتابع وصول من منحاف القادمة مع ثالث المراكز لهجن الرئاسة بمتابعة صالح بن سعيد بالعرج المري القادمة مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هنا تواجد من الساعة لهجن الرئاسة وبمتابعة الظافر علي بن جبيل الوهيبي القادمة في هذه اللحظات. خامس الأسماء هناك توجيه القادمة مع خامس المراكز لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. الله يا الأسماء، الله يا التحديات في هذا المساء في هذه الانطلاقات الرائعة. أعود هناك مع التغيير، غيرت منصورة ولكن معاني هناك في الملازمة، من تلازم منصورة في هذا الانطلاق الثنائي الانطلاق الشحاني هنا من خلال هذه اللحظات، ولكن أتابع منحاف لهجن الرئاسة القادمة في هذه اللحظات بمتابعة بالعرج تتقدم تنطلق أيضا هنا مع هذه الأسماء المتقدمة، بينما أتابع هناك التواجد مع رابع المراكز الساعة لهجن الرئاسة وبمتابعة علي بن جبيل الوهيبي هنا القادمة مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء أتابع الشعارات القادمة والأسماء الحاضرة هنا من خلال هذه اللحظات. توجيه لهجن الشحانية مع خامس المراكز وبمتابعة سالم بن فاران المري، والقادمة من الجانب الآخر مزون لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله الأسماء، ولكن العودة هناك والبداية دائما تحمل لنا الندية، تحمل لنا الانطلاق والتحدي.
مع منصورة الباحثة عن النصر، الباحثة عن النصر، منصورة على الصدارة لهجنة شحانية بمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فران يقدم لنا منصورة مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق الأول، بينما أتابع معاني القادمة مع ثاني المراكز من الجانب الآخر. غيرت من حافلة ثاني المراكز، هناك لهجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بالعرج المري. الله، بدأت بالتسلل، غيرت من حاف غيرت على الصدارة هنا في هذه اللحظات، بينما أتابع ثالث المراكز معاني لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية والقادمة هناك مع رابع المراكز. أتابع الاسم القادم هنا والحاضر، الساعة لهجن الرئاسة بمتابعة علي بجميل الوهيبي تتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع الأسماء هناك والحضور مزون مع خامس المراكز لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تتقدم مع خامس المراكز. ولكن أعود ثلاثية البداية، الكادر الأعلى لقناة الريان يحمل لنا هذه الأسماء المتقدمة هناك بقيادة منحاف على الصدارة، منصورة ثانيا وثالثا هناك معاني ومنحاف ومنصورة. الله 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 الله، الأسماء القادمة. ولكن الأمور ما زالت على الصدارة هناك ما بين هذه الأسماء الثلاثة، ولكن قادمة معاني غيرت على الصدارة لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. بدأنا بالاقتراب. الله الله الله، منحاف من الجانب الآخر تعود في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بقيادة بالعرج من تغير على الصدارة. أتابع الوصول، وصلت الساعة لهجن الرئاسة بقيادة علي بجبيل الوهيبي القادمة في هذه اللحظات. وهناك مزون لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الأسماء قادمة في هذه اللحظات. أتابع سلهودة، بدأت بالاقتراب لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا سلهودة، ولكن أعود مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. الله يا الصدارة، الله يا منصورة. الساعة غيرت في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جبيل الوهيبي يقود لنا الساعة هنا مع الصدارة. منصورة هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فران في المتابعة والتضمير، بينما أتابع هناك منحاف مع ثالث المراكز لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري. ولكن الاسم القادم أتابع سلهودة القادمة لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والقادمة في هذه اللحظات توجيه لهجن الشحانية سالم بن فران الذهبي القادم مع هذه اللحظات، يقدم لنا يوجه توجيه إلى المنصة الرئيسية إلى خط النهاية. ولكن العودة هناك، الساعة هجن الرئاسة مع الصدارة إلى هذه اللحظات بقيادة الظافر علي بن جبيل الوهيبي يقدم لنا الساعة بهذا الانطلاق بهذا الأداء الممتاز مع اللحظات الأخيرة. الساعة لهجن الرئاسة تغادر بناموس هذا الشوط. سلام الرئاسة على هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع الساعة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتانية للظافر علي بن جبيل الوهيبي من قاد لنا الساعة بهذا الانتصار وهذا الناموس. ثاني المراكز وصل التوجيه لهجن الشحانية، ثالث المراكز منصورة لهجن الشحانية، رابع المراكز كان الوصول من مزول لهجن الرئاسة، وخامس المراكز وصلت ممدوحة لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا الساعة خاطفة لخامس الأشواط، هنا التوقيت الزمني ولحظات وصول الساعة إلى خط النهاية 9:07 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهاني للظافر علي بجبيل الوهيبي. وصلت في ثاني المراكز توجيه
توقيتها الزمني 9:04 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لسالم بن فاران المري، بينما وصلت منصورة في ثالث المراكز بتوقيت 9:04 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لجابر بن سالم بن فاران. تهانينا